مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، وزي ما نوهنا في البدايه هنتكلم عن تمارين للسيدات الحوامل وازاي يقدروا ان هم يتجنبوا التمارين الخاطئه، وفي نفس الوقت المفهوم المغلوط اللي عند البعض اللي هو انا حامل انا حقي اكل زي ما انا عايزه واتخن زي ما انا عايزه، وبعد ما بتخلف للاسف بيصيبها حاله من الاكتئاب. ده مش الكل بس البعض، فازاي نقدر ان احنا نتجنب كل ده؟ هنعرف مع كابتن ميمو ايهاب مدربه بجيم يعني السيدات بالنادي الاهلي بالجزيره. منورانا، صباح الفل. صباح النور. وملف مهم لان فئه كتير جدا وكبيره جدا عندنا ومفاهيم مغلوطه موجوده زي ما كنت بتكلم، فعايزين نبدا من هنا وبعدين نشوف التمارين بقى بشكل عملي زي ما احنا متعودين. بس كابتن ميمو قول لنا في البدايه اصلا يعني فكره هنا ان بعض السيدات معتقده ان هي عشان حامل فمن حقها تاكل زي ما هي عايزه والتمارين خطر جدا عليها ولازم تفضل مرتاحه، يعني لا خلينا نعرف فكره ان التمارين خطر عليها دي، ده مفهوم فعلا خاطئ. بس احنا في البدايه بنقول ان هي طبعا في الاول خالص لازم تروح للدكتور، وهو الدكتور هو اللي يقول نبدا نمارس رياضه، حالتها الصحيه تنفع ان احنا نمارس رياضه ولا لا. طبعا بتختلف، هو اصلا لو هي حد بيمارس رياضه على العموم فدي طبعا بتفيدها ما تبقى حامل وكده، لكن لو هي حد مش بيمارس رياضه فطبعا الدكتور هو اللي يقول نمارس رياضه ولا ما نمارسش رياضه. هي فكرة أصلاً وهي بتمارس رياضة قبل ما تبقى حامل ده ممكن يكون بيفيد جسمها وهي حامل. طبعاً يعني بيفرق جداً أن أنا من زمان مثلاً بمارس رياضة وأنا مش من زمان بمارس رياضة. فإحنا بنقول طبعاً أن هو أول حاجة أن أما الدكتور يقول فإحنا بنعمل طبعاً بنسأل في مثلاً ارتفاع في ضغط الدم، عندنا أنيميا، يعني إيه الأعراض اللي بتظهر علينا، الحاجات دي كلها. بعد كده هي بتمارس رياضه عادي جدا تمام، بس طبعا بنبقى واخدين الحذر في ان هي حامل. ليها طبعا بتبقى تمارين معينه. بس الموضوع بسيطه، شفتوا الموضوع بسيط جدا. طيب نخش على تفاصيل شويه. الشهور الاولى من الحمل ليها تمارين معينه والشهور الاخيره ليها تمارين معينه، واكيد مش هتلعب بطن يعني مثلا. لا ما بنلعبش طبعا تمارين البطن. اهم حاجه طبعا بنقول ان في الشهور الاولى لو هو حد رياضي تمام بيمارس رياضه عادي جدا تمام، لكن لو هو حد مش رياضي برضو هرجع واقول ان الدكتور اللي بيقول احنا بنمارس رياضه ولا مش بنمارس رياضه. لو بنمارس رياضه فخلاص، فطبعا بنقول لها في الاول عشان طبعا هي الناس اول ما بتعرف ان هي حامل بيبدا الكسل، بيبدا الزهق، بيبدا الملل، بيبدا بتبدا بقى النصايح اللي هي مش كلها صح طبعا، وارتاحي وما تتحركيش ولازم تاكلي كتير يعني حسب عشان انت بتاكلي ليكي وللبيبي، ودي كلها طبعا مفاهيم خاطئه طبعا للاسف يعني وموجوده ودارجه حتى في السينما. بس يعني لازم يا جماعه الفكر ده يتغير لان ده مش صحيح تماما، ولازم قبل ما نصدق حاجه نسال مختص. يعني مع احترامي لاهالينا ولمعتقداتنا وكل حاجه، بس لازم يبقى في مختصين ليهم راي بالظبط يعني. طبعا يعني دكتور النيوتريشن برضه بيبقى ليه طبعا اهميه مع الحامل. ليه؟ عشان برضه وزنها ما يزيدش تمام، وترجع بعد الولاده ترجع بصوره طبيعيه يعني بصوره اسرع من الطبيعي. كويس جدا. طيب احنا المفروض هنشوف معاكي كابتن ميمو بعض التمرينات صح كده؟ دي التمرينات اللي هي للاسترخاء ولا التمرينات عامه اللي هي لا التمارين اللي هي ممكن تعملها وانا قاعده في البيت لو انا رحت الجيم، تمارين عشان نحافظ على رشاقه الجسم طبعا والماسلز بتاعتنا عشان ما تقعش. عشان طبعا احنا عارفين ان الحامل مثلا لو انا مثلا رياضيه مثلا وكنت مثلا بلعب مثلا باوزان تقيله انا طبعا مش هينفع اتحول الماسلز دي الفات بالظبط، فطبعا انا مش هشيل نفس الاوزان اللي انا كنت بشيلها قبل ما ابقى حامل. فاحنا بنحاول على قدر الامكان نعمل تقويات للعضلات عامه بصوره عامه تمام، عشان نحافظ على الماسلز بتاعتنا ان هي ما تقعش خلال فتره الحمل. طيب انا عندي سؤال قبل ما نروح نشوف عملي بقى التمرينات. فكره هنا بعد ما السيده بتخلف اوكي، في ناس بتزيد بجد ب 30 و 35 كيلو، دي بتبقى ماساه كبيره جدا تمام. هل طبيعي ان يعني نقدر نقول او الخساسان ممكن يجي بشكل سريع لو مارسوا رياضه معينه برضو لو هتقول لنا عليها او حتى هتوريها لنا، ولا لازم بيبقى ساعتها عمليات وحاجات زي لا كده؟ لا لا احنا ما بنتجهش لقصه العمليات. هي اصلا احنا بنقول في الاول خالص ان هي السيده عامه لما بتحمل لازم تبقى فخوره بنفسها جدا ومبسوطه جدا، حتى لو زادت في الوزن
هي بعد الولادة مع اتباع نظام غذائي. مش هنقول دايت، لا، هي نظام غذائي يكون شامل كل حاجة عشان خاطر في بيبي والرضاعة الطبيعية والحاجات دي كلها، تمام. فهي أما بتمشي على الحاجات دي وبتمارس رياضة، تمام، الوضع بينزل معاها تدريجيا خلاص، وبترجع للوزن الطبيعي بتاعها. كويس قوي. وفكره هنا برضو ان لما الواحده تبقى حامل وتمارس رياضه، احنا عارفين الرياضه بتفرز هرمونات اصلا سعاده اللي هو الدوبامين تقريبا، حاجه شوفي انا مذاكره ازاي، بس ده بيساعد لان فتره الحمل اصلا فيها لحظات اكتئاب وتوتر حاجات زي كده، دي حاجه مش بايدينا، فللاسف دي مصحوبه مع فترات الحمل. فالرياضه بتساعد طبعا من تحسين المزاج العام للحوالي، بتخلي الواحده اولا تبقى فريش، يعني مش هنقول يعني هي بتبقى مبسوطه طبعا ان هي بتمارس رياضه وقادره وتنزل وبتروح وتيجي، بتلاقي ان هي المود بيتغير طبعا. فالقصه مش بس قصه يعني ممارسه رياضه، لا، هو في تحسين حاله مزاجية. يعني مزاجيه كمان. طب خلينا نشوف بقى عملي عشان ايه. طيب. انا بحب جدا يعني فكره هنا ان احنا بننصح وبنوري الناس كمان التمارين ازاي، موجوده قدام حضراتكم على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. بصي، احنا اول حاجه هي ممكن هي قاعده تعمل تمارين للابر بادي، تمام، نعمل اب فوق ونرجع تاني هنا، كلها بتبقى تمارين بسيطه وسهله، ما بتبقاش محتاجه اي حاجه، يعني ممكن نعملها 10 عدات ده كده ابر للابر بادي. ممكن من واحنا قاعدين هنا ايدينا للجنب اب اند داون، ممكن يبقوا شايلين حاجه، ممكن يبقوا شايلين ويت مثلا، لو مش متوفر بيت اي حاجه بسيطه خفيفه يبقى هم شايلينها مثلا، هتساعدهم في الحاجات دي. أوكي. هنا برضو كده نرفع ايدينا قدام لغايه تشيست وننزل تاني هنا. كم مره وكم سنه؟ هنعملها 10 عدات، 4 مجموعات. تمام. ورجلينا تمارين هنا اب داون، ونبدل برضو 10 عدات، 4 مجموعات. ممكن نعمل سيركل. انا شايفه كلها تمرينات بسيطه وبتتعمل وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون، وممكن كمان تعملها وهي واقفه، تمام، عشان برضو في ناس كانت بتقول ان احنا التمارين كلها وهي قاعده، لا خالص، احنا ممكن نقوم هنا نعمل مارش هنا اب اند داون، شغل ايديا مع رجليا كويس جدا هنا، هعمل سكوات عادي. السكوات ما فيهوش مشكله للحمل في اي شهر؟ لا عادي، ما فيهاش اي مشكله خالص، انا بنزل هنا وبطلع تاني. ما بيبقاش بقى سكوات يعني مش هنزل، لا هو يعني. بس صفني تمام، وببقى هنا شست وركبتي ما بتعديش مشتي وثابته بس. أوكي. كده ممكن برضو سايد للجنب، تمارين سايد للجنب هنا، نفس التمارين اللي انا عملتها وانا قاعده ممكن اعملها وانا واقفه، ما فيهاش اي مشكله خالص. و دي تمارين احنا كده اتكلمنا في ابر ولور، تمام. ظهر بقى ممكن مثلا نعمل، احنا دايما بنحافظ على تمارين النفس بتاعتنا دي اهم حاجه خلاص، فاحنا ناخد نفس فوق، شد ظهري ورا، اهم حاجه النفس هنا، انزل قدام، ده زي ستريتشنج يعني لحد ما، زي تمارين الاسترخاء كده عشان برضو الظهر والعضلات بتاعتي هنا، سايد للجنب ده عشان الويست بقى بالظبط. انا والله العظيم هنا افتح رجليا ده تاني عشان اقرر، عشان الناس برضو ما نقول له ده في اي شهر من شهور الحمل التمارين دي يعني سيف او امنه لاي شهر من شهور الحمل؟ امنه ما فيهاش اي مشكله خالص، بس اهم حاجه بنرجع نقول الدكتور بيقول ايه، اهم حاجه الدكتور عشان قبل هو حاجة. قبل اي حاجه هو بيبقى عارف الحاله وضعها ايه. صحيح. نبدا تمارين ما نبداش تمارين، الحاجات دي كلها. طيب كابتن ميمو، احنا هنروح فاصل بس لسه كلامنا ما خلصش طبعا معاكي، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضرتك.
برحب بيكم مرة تانية، ولسه كلامنا مستمر مع كابتن ميمو. كنا بنتكلم تحديدا في فقرة الفتنس دي عن يعني التمرينات الأمثل للحوامل، السيدات الحوامل، بس في برضو بعض المفاهيم حابة أروح معاكي ونصلحها لبعض الناس. ده بقى في العموم مش شرط بس للحوامل، لأن برضو بنسمع أوقات يقول لك إيه، ما تشربش مية كتير تحديدا وأنت بتتمرن. ناس تانية تقول لك لا بالعكس، وأنت بتتمرن اشرب مية براحتك، وحد تاني يقول لك لو أنت شربت مية قبل الأكل أو بعد الأكل يعمل كرش، حاجات زي كده. دي كلها يعني مفاهيم خاطئه. يعني ايه الصح بقى؟ الميه مفيده جدا، تمام، وما فيش حاجه اسمها ان الميه لو شربت الميه وانا باكل هتعمل لي كرش. مفيش يعني نشرب الميه في اي وقت قبل الاكل بعد هي الاكل. هي اصلا الميه بتبقى يعني مفيده واحنا بناكل. هي اولا بتسد الشهيه، تمام، يعني مش بتخلينا ناكل كتير، لانها طبعا بتاخد جزء من جوه من المعده، فطبعا بتخلينا نسد الشهيه، لكن مش بتعمل كرش. لا مفيش دي كلها يعني الكلام ده تماما مفاهيم خاطئه طبعا. ده اللي بيعمل كرش اعتقد الحاجات اللي هي السوائل الغازيه بالظبط، ده اللي هي مع الاكل تحديدا كمان، لكن غير كده الموضوع ما فيهوش اي مشكله. لا مفيش اي مشكله. طيب لو رجعنا تاني للسيدات الحوامل، وبرده لان احنا هنتكلم بشكل واقعي، البني ادم العادي حتى هو بيحس اوقات ان هو مش قادر يتمرن، او بيجي كسل، او طب ارتاح، اللي هي الكومفورت زون بتاعت كل شخص، انا عايزه ابقى في المحيط الراحه بتاعي وغيره. ازاي انا بقنع السيده الحامل؟ هي اوريدي بتبقى تعبانه والمود بتاعها مش حلو وكلنا عارفين، فازاي اقدر ان انا دلوقتي اقول نصايح للسيدات دول ان هم لا يقدروا يتغلبوا عليها عشان يمارسوا رياضه، لان ده مفيد جدا ليهم كمان بعد كده. يعني عامه احنا بنقول ان ممارسه الرياضه هي مفيده جدا سواء للحوامل او غير حوامل، بس طبعا احنا عارفين ان الوضع مع الحوامل بيبقى مختلف، عشان قصة بقى ان هم بيبقى خمول زي ما حضرتك قلتي، عايزين يناموا على طول، مش قادرين، مكسرين، فاحنا نقول لهم طب احنا ممكن نشغل ميوزك، ممكن نقوم. الميوزك طبعا بتعمل يعني بتعمل حاجه من السعاده شويه، فهم لو مارسوا يعني وهم واقفين مثلا، لو شغلوا ميوزك وعملوا شويه تمارين خفيفه من اللي احنا عملناها دي، هتغير مودهم خالص. يحضروا كلاسز الايروبكس بقى زي زي كلاسز الايروبكس. طبعا لو هو حد يعني لو هو حد رياضي، تمام، فطبعا دي هتبقى متاحه جدا بالنسبه له ان هو يدخل الكلاسز، يعمل كل اللي هو عايزه طبعا، تمام. بس طبعا في حاجات معينه طبعا بنقول برضه لا، الانستراكتور او طبعا يعني المدرب طبعا المدرب بيبقى عارف طبعا الحاله اللي معايا، لو هي حامل بيقول لها ده ينفع ده ما ينفعش. بس طبعا ان احنا نقول ان احنا نحضر كلاسز الكلاسز برضه هتفيدهم جدا، هتغير مودهم يعني 180 درجه خلاص. يوجا ممكن تكون اليوجا صعبه شويه عليهم، فاحنا بنقول مثلا لو في كلاسز بيلاتس دي بتبقى يعني اهدى شويه من اليوجا، وكل الحاجات دي بتبقى مفيده جدا ليهم. وبتغير لهم ايه اللي انت قلتيه واليوجا؟ معلش، تمارين اليوجا. اليوجا وايه تاني؟ اليوجا والبلاتس. ايه بقى البلاتس ده؟ انا البلاتس يعني هي برضو تمارين خلاص، بس بتبقى اخف شويه من اليوجا. ايه الفرق يعني؟ اليوجا بتبقى معتمده اكتر على هي تمارين يعني في اوضاع ليها، تمام، ممكن ما تناسبش وضع الحامل. اوكي. لكن البلاتس بتبقى اهدى كتير في التمارين بتاعتها. انا كنت فاكره اليوجا دي استرخاء بس، يعني ما فيهاش. لا بس بيبقى في وضعيات ليها، يعني مش ما ينفعش لو واحده حامل تقعد في الوضعيات دي. أوكي. فطبعا ما هي ما ينفعش. طب عايزه اسالك على برضو نقطه مهمه كذا حد كان بينصح بيها، اللي هي النفس. طبعا تمارين النفس دي مهمه جدا، هو المفروض طول اليوم نعمل تمارين النفس، وبرضو ان احنا نشفط بطننا ونسيب، والحاجات دي كلها مهمه جدا. حتى وهي مش بتمارس رياضه، حتى وهي قاعده في البيت، تمارين النفس دي اهم حاجه. لازم طول ما هي قاعده تمارين النفس دي حاجه مهمه جدا ليها، وبرضو اشفط بطني واشد واسيبها، الحاجات دي كلها تمارين مهمه وحاجات مهمه جدا للحوامل. طيب من الحاجات برضو اللي حابه اسال عنها عشان نفيد برضو اللي بيتفرج علينا من فئه السيدات الحوامل، فكره الشغل في البيت والشغل عامه والحركه الكتيره للسيده الحامل، هل ده امن ولا لا؟ يعني احنا دلوقتي بننصحهم ان هم يتحركوا ويمارسوا رياضه، في حد تاني ممكن يترجمها يعني اعمل حركه، طب ما الحركه برضو ازاي ده ممكن تبقى غلط؟ هي يعني حركه عن حركه تفرق. يعني احنا مثلا عندنا الناس اللي هم الفلاحين دول بيزرعوا ويفحطوا ويعملوا كل حاجة وما بيحصل لهمش أي حاجة، ليه؟ هما واخدين على الحركة دي، يعني كل واحدة واللايف ستايل بتاعها. عايزة تقولي يعني هيختلف من حد رياضي من حد
مش رياضي. لو حد رياضي طبعا الحركه بالنسبه له متاحه جدا، بس احنا دايما بنقول لازم نحافظ على وضعيه البيبي، نحافظ على ان احنا ضغط الدم عندنا ما يرتفعش، الحاجات اللي هي ممكن تاثر بصوره سلبيه على البيبي او على الحمل. لكن لو حد مش بيمارس رياضه يقوم ويتحرك ويعمل كل التمارين اللي هو يعملها، هيروح الشغل هيروح سلم، تروح سلم زو سلم، يعني بنقول اهدى شويه. بصي نرجع ونقول لازم قبل اي قرار زي كده لازم نرجع للدكتور، متابعه طبعاً من الدكتور، هو الدكتور هو اللي بيقول نمارس رياضه ما نمارسش رياضه، نعمل ان كل في ناس كيس في الاول بالظبط كل كيس مختلفه عن الكيس الثانيه، وفي ناس في اول 3 شهور طبعا الدكتور بيقول لهم لا ما ينفعش حاجه خالص لغايه ما البيبي مثلا يثبت، فساعتها خلاص ما فيش. دي نقطة مهمة، دي نقطة ما بنقدرش نتكلم فيها. كابتن ميمو نورتينا والله، معلومات مفيدة، نتمنى طبعا يعني السادة المشاهدين يكونوا استفادوا معانا، وتنورينا مرة تانية بقى بإذن الله. كده الحلقة خلصت النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، نشوفكم بكرة إن شاء الله أنا وكريم وحلقة جديدة.